بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الصف الثالث سوف نتابع بالجزء الثالث من تقنية القسمة، وهو الدرس الأخير في برنامج التعليم عن بعد لمادة الرياضيات. درسنا لليوم رح أتعلم كيف أنا بقسم، بيكون عندي أكثر من منزلي، كيف بتحقق، وبيكون عندي إما بيكون في باقي أو لا. رح نشوف عطاني بالتدريب الأول بصفحة 126 قلبي 231 تقسيم 3. طبعا انا احنا اتفقنا بنبلش من اعلى منزلي اللي هي هون مئات، 2 تقسيم 3. هل 2 بتقبل القسمه على 3؟ قول لا اصغر منها، معناها انا ما راح اقدر اقسم، راح اخذ ال 23 كلها. اذا بهاي الحاله انا ال 2 ما بتقبل على 3. دائما لما بتاخذ عدد ما بيقبل على المقسوم عليه فانت لازم توضع بالحاصل صفر. هلا بهاي المرحلة أنا الاثنين إن وضعت الصفر أو ما وضعتها ما راح تأثر عندي، يعني ما راح يأثر على الناتج بشيء. الآن 2 تقسيم 3 ما قبلت، باخذ 23 على 3، أنا بعرف 3 ضرب 7 بيعطيني 21، معناها هي 7. 21 لأنه 7 ضرب 3 هون ضرب 21، 23 ناقص 21 راح يعطيني 2. راح نزل الواحد، 21 تقسيم 3 بيعطيني 7. 7 ضرب 3 21، ناقص 21 ناقص 21 رح يعطيني 0. الآن لو عندي العدد التالي، عندي 4 منازل على عدد بمنزلي واحد، رح بلش من الآلاف اللي هي 2. 2 تقسيم 5 قلنا ما بتقبل، ففيني أوضع الصفر وفيني لا. ليش؟ لأن هون رح يكون أول منزلي على اليسار فما له أي قيمة. لما بيكون المنزلي بالوسط فأنا الصفر بيكون له قيمة بوضعه. الآن هو على اليسار، رح آخذ 23 كلها، رح أقول 23 على 5، أنا بعرف 5 ضرب 4 بيعطيني 20، هاي أقرب عدد، فرح يكون 20 هون ضرب 23 ناقص 20 رح يعطيني 3. الآن رح نزل الخمسة، 35 تقسيم 5، أنا بعرف 7، 7 ب 5 بتعطيني 35.0. الآن بقي عندي مين؟ السبعة ما نزلتها. سبعة تقسيم خمسة فيها بواحد، واحد ضرب خمسة بيعطيني 5، سبعة ناقص 5 بيعطيني 2. لاحظنا هون الباقي صفر، هون الباقي لا يساوي الصفر، طلع معي 2. بالتدريب الثالث قال لي ضع الأعداد التالية بالشكل المناسب وأجري العملية ثم تحقق من النتيجة. إذا هون أنا عندي الشكل الأفقي، بدي أوضع بالشكل الإقليدي أو الشكل العمودة وبعدها رح اتحقق. الآن عندي العددين، أنا 2871 تقسيم 5، رح أقول 2 تقسيم 5 إلا ما بتعطي فباخذ 28، 28 تقسيم 5 أنا بعرف 5 ضرب 5 بتعطيني 25، 28 ناقص 25 بيعطيني 3. الآن رح نزل السبعة، بصير عندي 37، 37 تقسيم 5 أقرب شيء بجدول الضرب رح تكون 35، 35 هي عبارة عن 5 ضرب 7، 7 ضرب 5 بيعطيني 35 بيبقى 2. بنزل، نحن نزلنا السبعة، هلا رح نزل الواحد، 21 تقسيم 5 أنا بعرف 5 ضرب 4 بيعطيني 20، 21 ناقص 20 بيعطيني 1. بالنسبة للتحقق لما كان أنا عندي الباقي يساوي الصفر رح يختلف بفكرة صغيرة، أنه هون أنا عندي الباقي لا يساوي الصفر. طيب كيف بتحقق بهاي الحالة؟ قبل لما الباقي صفر بس بضرب هاد بهاد، الحاصل ضرب المقسوم عليه. الآن لما بيكون الباقي لا يساوي الصفر أنا باخذ الحاصل ضرب المقسوم عليه وبضيف الباقي اللي أنا ما قسمته. إذا ما بنسى أني ضيف الباقي لأنه هون الباقي لا يساوي الصفر، فرح أقول 574 ضرب 5، 5 ب 4 20، 5 ضرب 7 35، وعندي 2 37، 5 ضرب 5 25 و 3 28، طلع عندي 2870. هذا مين؟ جداء هاد بهاد. وفي عندي الواحد هون هي الباقي، الباقي بقول زائد الباقي. إذا انتبه هون جداء، ولما بيطلع مع الناتج بضيف الباقي إضافي زائد، فبقول 1782، يعني 2871 رح شوف إنه نفسه هيك بكون اتحققت، لأنك أنت إذا بس ضربت هاد وهاد
تكون قصت الباقي، هذا الباقي وين راح؟ تضرب الحاصل بالمقسوم عليه وبعدها بتضيف الباقي لتحصل على العدد نفسه. الآن عندي 36,432 تقسيم 4، رح اخذ 3 ما بتقبل لحالها، رح اخذ 36 كامل. 36 تقسيم 4، انا بعرف 9 ضرب 4 بيعطيني 36، ناقص رح يعطيني 0، رح نزل ال 4، 4 تقسيم 4 1، 1 ضرب 4 4 0، رح نزل 3. هون 3 تقسيم 4 ما بتقبل، شو لازم اعمل؟ لازم احط 0 مثل ما اتفقنا. لما نزلت عدد وما قبل معي فانا بوضع بالحاصل 0. اذا هاي الملاحظه مهمه لحتى ما يطلع معك الناتج غلط، لما بتنزل عدد وما قبل معك لازم توضع بالحاصل 0. الان بعدها بتنزل العدد الثاني، الان 32 تقسيم 4 رح يعطيني 8، 8 ضرب 4 32، هون الباقي 0، معناها لازم اضرب الحاصل بالمقسوم عليه ويعطيني المقسوم. رح اقول 9108 ضرب 4، 4 ضرب 8 32، 4 ضرب 0 0 و3 رح تنزل، 4 ضرب 1 4 و4 ضرب 9 36. رح لاحظ انه انا الناتج طلع معي 36,432، هو نفسه العدد اللي انا قسمته او اللي سميته المقسوم. اذا انتقلت للتدريب السابع بصفحه 127، قال لي وزعت الام 536 حبه حلوى على اكياس في كل منها 9 حبات. اذا عندها بالاصل 536 بدها توزعهم على اكياس، كل كيس فيه 9، فكم كيسا ملأت الام؟ يعني بدي اقسم على 9، رح اقول الخمسة على 9 قلنا ما بتقبل، بوضع 0، باخذ 53 كامله. 53 تقسيم 9، انا بعرف انه انا عندي اذا اخذت الستة بتسعة بتطلع 54، معناتها هي 5، 5 ضرب 9 رح تعطيني 45، 53 هيدا تصير 13 وهيدا تصير 4، رح تعطيني 8 والأربعة 0، رح يبقى 8. الآن هلا ال 8 ما رح تتقسم، رح نزل ال 6، 86 بدي أقسمها على 9، أنا بعرف 9 ضرب 9 بتعطيني 81، معناها 9، 9 ب 9 81، 86 ناقص 81 رح تعطيني 5، هذا من الباقي. قال لي وكم حبة حلوى بقي معها؟ بقول بقي معها 5 حبات حلوى، هذا الباقي بقيه 5. إذا بدك تتحقق من نتيجتك بتقول 536 المقسوم ضرب 9، 9 ضرب 6 بقول 54، 9 ضرب 3 بتعطيني لحظة، إذا ضربت 9 ب 6 54، معناها لحظة هون أخذنا 45 فهي 5، عندي 53 تقسيم 9 45، 45 على 9 5 صح. فهنا انا اذا بدي اضرب 536 اضربها ب 9 ضرب 9، عفوا لازم نضرب ال 59 ب 9، 59 ضرب 9 عفوا لازم نضرب الحاصل بالمقسوم عليه، 9 ضرب 9 81، 9 ضرب 5 رح يعطيني 45 و 8 رح يعطيني 53، عندي 531، وقديش الباقي بضيفهم 5، 1 و 5 6 3 5، فرح يعطيني 536 هو نفسه الناتج، معناها هي بقي معها 5 حبات وعبت عندها 59 كيس. هيك بكون انتهى درسنا لليوم، وهو الدرس الأخير ب مادة الرياضيات اللي هو تقنية القسمة. تعلمنا كيف بقسم. الفكرتين الأساسيات بدرسنا لليوم هن لما أنا بدي أوجد التحقق بضرب لما بكون الباقي لا يساوي الصفر، بضرب الحاصل بالمقسوم عليه وبضيف الباقي لما كان صفر، بس بضرب الحاصل بالمقسوم عليه. وأيضا قلنا لما بكون عندي أنا نزلت إحدى المنازل وكانت لا تقبل القسمة على
المقسوم عليه لازم اوضع صفر بالحاصل. طبعا الوظيفة بصفحة 126 تتم التدريبات، و 127 الوظيفة ترسل بين السادسة والثامنة مساء على الخاص، والسلام عليكم.